كلام ممكن نقراه في الجرايد، في الكتب أو المجلات، لكن لما تبقى كلمة ونص بيبقى لها شكل تاني. كلمة ونص يوميا على الشرق الأوسط مع الدكتور عمرو الليسي. أعزائي المستمعين، يومكم سعيد وزي اللبن الحليب، ومعكم عمرو الليسي وكلمة ونص. طبعا كل سنة زي اليومين دول الناس بتفتكر ذكرى ثورة 25 يناير الجميلة، كل حد بيفتكرها بطريقته. وزي أي أحداث في ناس مختلفة معها وناس مختلفة عليها، والناس استفادت منها والناس شايفة انها اضيرت منها، لكن اهم ما يمكن ان احنا نتذكره في مثل هذه الايام من عام 2011 ان المصريين كلهم كانوا مع بعض على قلب رجل واحد، الكل خرج عاوز الاحسن من وجهة نظره، وكمان كنا كلنا خايفين على بلدنا وعاوزين نشوفها احسن وبلد الكل. ودي كانت وما تزال الميزة اللي مفروض ندور عليها ونلاقيها والناس عليها. الناس ممكن تختلف حوالين تفاصيل حياة، حوالين طريقة إدارة أو سلطة، لكن ما حدش أبدا بيختلف على الوطن وحب البلد، ولا على أننا كلنا عاوزين مصر أفضل وأحسن وأقرب كل واحد فينا. المصريين خرجوا ينادوا بالعيش والحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية، وكل واحد في البلد ما يختلفش مع القيم دي أبدا، لأننا كلنا عايزين مصر تبقى أحسن. الحياة والسياسة ممكن تحتمل ان احنا نختلف، ونختلف كمان في التفاصيل، وان كل واحد عاوز يبني البلد بطريقته، لكن اللي احنا محتاجين نعرفه ان احنا محتاجين نتفق على ان مصر بلد للجميع، الكل عايش فيها ونفسه انها تكون هي الافضل والاحسن بالعمل والعلم والاجتهاد وبالكرامة الانسانية وبالعدالة الاجتماعية وبالحرية. كل سنة وكل مصريين طيبين. معكم عمرو الليسي، كلمة ونص. وبكرة كلمة ونص، كتبها أكرم القصاص، أخرجها تامر حسني. يا مصطفى انا رهيبك يا مصطفى، تبعتني